لو كنت مكانهم انا ما نتكلمش. لماذا؟ لما نقول لك لما نشوف رابطه جهويه من دون اعتماد، لما نشوف مولدي عيساوي انه في بدايه الامر، لما لانه مولدي عيساوي لماذا انا عندي معلومات؟ لماذا اتكلم بهذه الطريقه؟ لانه لم يتقبل كذلك ابعاد عبدوش من الدي ان سي جي دي سي جي اف اللي هي لجنه المراقبه والماليه وكانوا في الاتحاد الجزائري، لهذا غضب وطلب انه يقابل رئيس الاتحاد الجزائري في المكتب ديالو في الاتحاديه الجزائريه، والرئيس الاتحاد رفض وطلب من السكرتيره انها ترفض دخول مولدي عيساوي الى 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 المكتب، ولهذا طارت الطائره تاع مولدي عيساوي وحدث اللي حدث، وهو تنقل لرؤيه عمارة شرف الدين ليس من اجل عيون عمارة شرف الدين، ليس من اجل تراجع عمارة شرف الدين عن الاستقاله، وانما من اجل المطالبه بتفسيرات وتبريرات لماذا ابعد عبدوش من مكتب الدي ان سي جي مثل ما كانت سابقا تسمى في الاتحاد الجزائري. هنا كانت القبضة الحديدية، وهنا صار المشكل. نتحدث على يوم 17 أفريل، سيكون اجتماع مكتب فيدرالي عادي وعادي جدا في حال اكتمال النصاب، وفي حال بما أنه القانون الأساسي نص على في حال لا لو لن يكون لو لن يتم. أنا أقول لك القانون الأساسي واضح، والقانون الأساسي هو خلينا نقوله يعطيه الحق. لماذا؟ لأنه في اليوم الموالي حتى لو لن يكتمل النصاب بإمكان عمارة شرف الدين أنه يعقد اجتماع المكتب الفيدرالي. وماذا سيعقد في المكتب الاجتماع الفيدرالي بما أنه يصر على الاستقالة وأكد أنه سيستقيل رفقة المكتب الفيدرالي؟ سيتم تحديد تاريخ عقد الجمعية العامة، وبعدها بعدها ليست الجمعية الانتخابية، لأنه الكثير مخطئ اليوم، وحتى في الموقع الرسمي تاع الاتحاد الجزائري هنالك خطأ. لا نقول لك أنا لماذا هنالك خطأ، ما نقدروش نقولوا أنه نعقد جمعية عامة انتخابية. الجمعية العامة الانتخابية تعقد كل 4 سنوات. ماذا سيعقد بعد الجمعية العامة العادية؟ يجب أن يتم تحديد تاريخ الجمعية العامة الاستثنائية، وفي الجمعية العامة الاستثنائية نقطة واحدة في جدول الأعمال سيدرج فيها عقد جمعية عامة انتخابية لانتخاب الرئيس الجديد. انتخاب الرئيس الجديد سيكون في جمعية عامة استثنائية بنقطة واحدة في جدول الأعمال، وليس الجمعية العامة الانتخابية لأنها تعقد كل 4 سنوات. والرئيس المقبل الذي سيتقدم للترشح لرئاسة الاتحاد الجزائري رفقة أعضاء المكتب الفيدرالي الجديد سيكمل العهدة، ولن يبقى على رأس الاتحاد الجزائري 4 سنوات، وإنما سيبقى على رأس الاتحاد الجزائري ل3 سنوات أو أقل من 3 سنوات يكمل العهدة الأولمبية، لأن العهدة الأولمبية فيها 4 سنوات، وبالتالي ستكون هنالك جمعية عامة استثنائية في نقطة جدول الأعمال انتخاب الرئيس الجديد، وذلك لمدة 3 سنوات الباقية من العهد الأولمبي. ترمومتر HC700 قياس دقيق لدرجة الحرارة وعلى بعد 10 سنتيمترات، يتميز بالدقة وسهولة الاستعمال. العلامة السويسرية، متوفر في جميع الصيدليات ومحلات بيع المستلزمات الطبية. DMCM المتخصص في استيراد المعدات والمستلزمات الطبية والموزع الحصري للمنتجات الصحية لعلامة روزماكس السويسرية. للمزيد من المعلومات اتصل بالرقم التالي أو زر صفحتنا على الفيسبوك